في هذه الحلقة سوف نحاول تصنيع منتج سولفا بلوك 5%، سولفا بلوك 5% والذي هو قالب اللاقة الذي أساسه عنصر الكبريت بنسبة 5%، مثلا هذا ربما يظهر لونه أبيض ولكن هو في الحقيقة أصفر، على الكاميرا أبيض لكن هو أصفر، يسموه سولفا بلوك بنسبة 5%، هذا قالب اللاقة الذي أساسه الكبريت 5%. هذا مثلا ناخذ مثلا أمثلة أخرى، مثلا هذا زينكو بلوك بنسبة 10000 بي بي ام، هذا قالب اللاقة الذي أساسه الزنك بنسبة 10000 بي بي ام، هذا قالب اللاقة كالسيوم فوسفور، مثلا هذا كوبا بلوك بنسبة 83.6 بي بي ام، هذا بيكر بلوك نتاع البيكربونات بنسبة 20% من أجل وقاية الحيوانات من الحماض الكرشي اللاكتيك أسيدوزيس، بالجزائرية نسموه البوكاج نتاع العلف. هذا فيم بلوك 500 بنسبة 500 بي بي ام، فيم بلوك 500 بي بي ام، هذا تاع الدود هكذا، تاع الديدان الداخلية والخارجية والكبدية والرئوية، عفوا الداخلية ليس الخارجية، الداخلية يعني الجوف معوية والكبدية والرئوية ليست الخارجية، هذه الديدان الداخلية. هذه أيضا سولفا بلوك هذه 5%، إذن هذه سوف تصغر، انظر أثار اللحس. إذن سوف أصنع اليوم هذه، عندنا مثلا هذه سولفا بلوك 5%، عندنا هذه أيضا بيكر بلوك 20%، عندنا هذه كالسيوم هكذا، كالسيوم فوسفور 12% كالسيوم 6% فوسفور، عندنا هذه كالسيوم لوحده، عندنا مثلا هذا كويفا بلوك نتاع النحاس، هذه بنسبة 0.25%، عندنا هذا بيكر بلوك 20%، عندنا مثلا هذه ام في بلوك نتاع المعادن والفيتامينات بنسبة 2%، عندنا هذه ايضا فيم بلوك، انظر لحسوها، انظر هذه فيم بلوك 500 بي بي ام، عندنا هذه اليو ام ام بي هكذا، وعندنا هذه نورما بلوك 85%، هذه القالب اللاقة البسيط جدا يزود الحيوانات بالصوديوم والكلور 85%، وهذه يو ام ام بي ايضا، يو ام ام بي دوما كما قلنا الماء دوما يكون في المشارب 24 ساعة في اليوم، مباشرة تبدأ الحيوانات باللعق بعد ما تشرب، مثل هذا، مثل مثلا هذا مثلا، هي تلعق الزينكو بلوك 10000 بي بي ام، هذه النعجة. صباح النور، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة المشخص في البيطرة. في هذه الحلقة سوف نحاول تصنيع وتحضير المنتج سولفا بلوك 5%، سولفا بلوك 5% هذا هو اسمه، والذي هو عبارة عن قالب لعق أو لحس الذي أساسه عنصر الكبريت هكذا بنسبة 5%. عنصر الكبريت هو مهم لدى الأغنام، وطبعا بقية الحيوانات تحتاج إلى الكبريت، الكبريت يدخل في تكوين الأحماض الأمينية الكبريتية، مثلا السيستين الميثايونين عن طريق الخلايا المجهرية للكرش، نحن هنا في طب الأغنام، يدخل أيضا في تصنيع بعض الفيتامينات من مجموعة ب، الفيتامين ب1 الثيامين، الفيتامين ب8 البيوتين إلى آخره. نقصه يؤدي إلى الكثير من المشاكل، مثلا سقوط الصوف، لأن الصوف 4% كله كبريت هكذا، 4% من الصوف كله كبريت، تسقط الصوف، ضمور الهزة للحيوان، لأنه الكبريت تدخل في الأحماض الأمينية الكبريتية، والأحماض الأمينية الكبريتية تدخل في تكوين البروتين، وبالتالي سوف نلاحظ هزة الحيوان، فقدان الشهية، نقص المناعة إلى آخره. إذن العنوان بالإنجليزية Preparation and Making of the Product Sulfa Block 5%، بالفرنسية العنوان هو Preparation et Fabrication du Produit Sulfa Block 5%. المكونات هي كالتالي:
يعني التحضير سهل والمكونات متوفرة نوعا ما، يعني نسبيا متوفرة في الأسواق. يعني إذا الكبريت السلفر، الكبريت 5%، الإسمنت الأبيض كبندر، البندر يعني الجامع الذي سوف يجمع لنا كل المكونات، الإسمنت الأبيض 15%، وملح الطعام حبذا لو يكون باليود الـ NaCl وهو الفيلر لهذه المكونات الصغيرة، سوف نضعها داخل هذا ملح الطعام، هو المالئ بالإنجليزية الفيلر، بنسبة 80%. إذا 5% زائد 15% زائد 80% 100%. أنا سوف أصنع قالب لعقة وزنه الإجمالي 5 كيلوغرام، إذا 5000 غرام، إذا 5% من أصل 5000 غرام هي 250 غرام، 15% إسمنت أبيض من أصل 5000 غرام هي 750 غرام، و 80% ملح الطعام من أصل 5000 غرام هي 4000 غرام. نبدأ التحضير. إذا نذكر المكونات على عجالة. إذا ميزان تدريجته 1 غرام. الكبريت في بعض الأحيان، الكبريت طبعا الكبريت الأصفر، يوجد الكبريت البني ولكن أنت استعمل الكبريت الأصفر. في بعض الأحيان يعني يوجد الداخل بلوكات من الكبريت يجب تفتيتها، واختار الكبريت الذي على شكل مسحوق هكذا، الجرانيولاريتي أصغر ما يمكن، يجب تفتيتها حتى نحصل على قالب لعق متجانس. هذا كبريت، هذا إسمنت أبيض، هذا كمية كافية من الماء الشاروب، هذا وعاء نستخدمه كقالب مع هذا القاضيب البلاستيكي، هذا قاضيب خشبي من أجل الخلط، هذا وعاء حتى يعني نستعمله هنا كصحن لهذا الميزان، لأنه الميزان SF400 لا يوجد معه، لا يباع معه الصحن الكونتينر، يعني لا ننسى طار الميزان لإعادة إلغاء الوزن، وزن الصحن. عدنا هذا الإناء، هذا نخلط فيه، وعدنا الملح. أول شيء نبدأ نزن 4000 غرام ملح، ملح الطعام. عدنا هذا الكيس، كل كيس فيه 900 غرام، 4 أكياس، إذن 3600 غرام، نفرغها هنا ونضيف 400 غرام ملح إضافية حتى نكمل 4000 غرام، 4 كيلو يعني. إذا عدنا هذه 400 غرام ملح و 3600 غرام، إذا 4000 غرام. الآن الخطوة الثانية هي تفتيت هذا البلوكات، تفتيتها هكذا، تفتيتها حتى نحصل على التجانس هكذا من بين مساوئ القالب اللاق. يعني من بين المميزات نتاع الجودة السيئة لقالب اللاق هو عدم التجانس، وعدم التجانس يأتي من الخلط السيء. وكيف أنت حبيت تخلط إذا كانت هذا البلوك، هذا الملح ما زال بلوكات، يعني حجارة هكذا. يجب أن تجعلها كلها مثل هذه هكذا. الآن فتتنا كل هذه الحجارة، الآن نأتي إلى الإسمنت الأبيض، وزن 750 غرام. هذه 750 غرام إسمنت أبيض، نضعها مع الملح ونخلط جيدا بهذا القاضيب الخشبي. بعد ما خلطنا ال 4000 غرام ملح مع 750 غرام إسمنت أبيض جيدا، تبقى من 5000 غرام يعني 5 كيلو إلا ما عدا 250 غرام، 250 غرام نزنها كبريت أصفر، عفوا طار. إذا هذه 250 غرام، 3 غرامات حق الكيس، وزن الكيس 250 غرام كبريت أصفر، نضعها مع الخليط السابق ونخلط جيدا. إذا كانت الكبريت هذا يحتوي على بلوكات، يجب تفتيت هذه البلوكات جيدا قبل الخلط.
حتى نحصل على التجانس. إذا كان الكبريت عبارة عن حبيبات، يباع الكبريت على حبيبات، يجب طحنه هكذا. مثلا هذا البلوكة، انظر هذا البلوكة مثلا، ملح، بلوكات الملح هذه. الآن نخلط جيدا. الآن بعد ما خلطنا الإسمنت الأبيض مع الملح مع الكبريت جيدا، الآن نأتي إلى الماء. هذا الماء الشاروب، هو ماء شاروب فيه بعض الإسمنت الأبيض. الماء الشاروب، الماء الشاروب لا توجد كمية محددة. كيف ما هي الكمية التي يجب أن نستعملها؟ الآن نضيف بالتدريج، لاحظ معي، نضيف بالتدريج، يعني مثلا كأس أو حق فنجان، ثم نخلط جيدا، ثم نضيف كأس أو فنجان، ثم نخلط جيدا حتى نتحصل على عجينة قوامها نصف سائل نصف صلب. في تلك اللحظة نتوقف عن إضافة الماء. إذا نضيف الماء بالتدريج، مع الخبرة تصبح أنت تعرف، تعلم، يعني من أجل قالب لعق وزنه 5 كيلوغرام، نسبة الإسمنت الأبيض فيه 15%، كم تستخدم من مليلتر من الماء الشاروب. الآن نخلط. إذن انتهى تكوين العجينة، انظر عجينة قوامها نصف سائل نصف صلب. نتوقف عن إضافة الماء، نأتي بهذا الوعاء، نستعمله كقالب ونملأ، نملأ هذا الوعاء، هذا القالب هذا. الآن انتهى الوضع ضمن القالب، نأتي بهذا القضيب البلاستيكي أو الخشب أو من الخيزران، نغرسه نضعه في الوسط ونغرسه إلى العمق، شقوليا إلى العمق تماما. هكذا انتهى التصنيع. الآن شروط الحفظ، شروط الحفظ قبل إعطاء الحيوانات، نتركها لمدة شهر هكذا. التصلب يبدأ يعني بعد عدة أيام، ولكن نتركها من الأفضل شهر في مكان مهون بعيد عن أشعة الشمس، بعيد عن الرطوبة. قوالب اللعق لا تتحمل الرطوبة لأنه مصنوع من الملح، والملح يذوب. الشرط الثاني عدم حمل أو لمس القالب في الأسبوع الأول، حتى تحريكه من مكانه وتغيير المكان له يعني غير مسموح، لأنه سوف يتكون الكراكس عندما تحمله هكذا. بعد يومين نصف يوم يوم سوف يتشقق، وكما نعلم الإسمنت الأبيض عند التصلب، في لحظة التصلب يعني في لحظة المسك هكذا، في تلك اللحظة من التصلب الغير النهائي الغير مكتمل، الإسمنت الأبيض لا يرجع إلى الخلف، يعني لا يلتصق، وبالتالي سوف يتكون لديك الكراكس، يعني الصدوع والشقوق، وتلك الصدوع والشقوق سوف تظهر كعيب في الاستعمال، سوف يتفتت، ينشق ويتفتت قالب اللعق إلى بلوكات، إلى أجزاء. وبالتالي الأسبوع الأول يجب عدم حمل أو تغيير مكانه أو لمسه. إذا الشروط الإعطاء للحيوان، يعطى للحيوان دوما بعيد عن المطر هكذا، في الزريبة إذا كانت ليس هناك مطر، أو داخل الحظيرة. والماء دوما، الماء دوما 24 ساعة في اليوم في المشارب، الماء دوما. كان هذا فيما يخص إنتاج المنتج سيلفا بلوك 5% هكذا، القالب اللاق أو اللحس الذي أساسه عنصر الكبريت بنسبة 5% لوقاية الحيوانات من نقص الكبريت. دوما قوالب اللعق تستعمل للوقاية وليس للعلاج. إلى اللقاء.